السلام عليكم أصدقاء، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بمقطع جديد من لعبتكم لعبة جامب فورس. استطعنا فتح المهام واستطعنا كذلك فتح مهام خاصة بجون العالم، فإنها تدار في الفوق منها. بالرغم من هذا وقبل أن نقوم ببدء تلك المهام سنأتي إلى هنا للشوب لكي نشتري بعض من الأبيليتيز. عندي 9100 نقطة، في إمكاني شراء الأتاك الإليمنتال أتاك الفيزيكال ريزيستنس الإليمنتال ريزيستنس والأبيليتي غوست شارج. وبالنسبة لهذه الأيتمز عندي في الهيلث بوست لارج 5 على 999، increase your entire team's health by 15% only effective for your next battle. هذه الايتمز تصلح فقط للمعارك القادمه وبعدها فانها تنتهي. لهذا السبب لن اشتريها. سناتي للابيليتي سكيز وساشتري 3 من هذه الابيليتي. ساشتري واحده في الاتاك لكي تكون هجوماتي قويه، وواحده في الفيزيكال ريزيستنس لكي يصبر جسدي على الضربات، والابيليتي غوست شارج ساشتريها هي كذلك. لم تتبقى لدي قطع ذهبيه لحد الان، لهذا السبب علي الانتظار لكي اشتري الاليمنت الاتاك والاليمنت ريزيستنس. وهي لكي نبدا احد المهام. هذه المهمه اسمها يوسوكي جي فورس ميشن. علينا انقاذ يوسوكي على ما اعتقد. لا، بل جيت انا ويوسوكي لمنطقه ما في نيويورك تايم سكوير بالقرب من تلك الشجره. ظهر مزيد من الفيروسات، علينا انهائهم. هيا لكي ننطلق يا صديقي يوسوكي، انا مستعد جدا للعراك. اهرب 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 يا صديقي ياسين، تحرك. هربت، ساملا الى ان سبيشال اتاك، وسددت عليها براسي تشوريكن. عدد الاعداء فان اكثر بكثير منا، هم 3 ونحن 2 فقط. حسنا، ساقترب منها في اي لحظه الان. او الكلب عنده كذلك راسين شوريكن خاصه به، ممتاز. ساسدد عليها براسنجن، لكن لا، اصابتني راسين شوريكن الخاصه به، الان سادمره. ممتاز، هيا خذ وفاير بول جوتسو. تعال تعال تعال، هيا هيا اهجم عليه، لم يستطع اصابتي. ممتاز، الكلب اصابني بتلك سبيشال اتاك في الاخير. هيا هيا املي انت كذلك سبيشال اتاك. ممتاز، ضربته بالرايكودن. اهرب، اصابني بالكاميهاميها في السماء. الكلب سرق شيخ القوه من سونجوكو. كاميهاميها مره اخرى، نعم، لم يستطع اصابته بشكل جيد. ضربته سبيريت كان. هيا 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 املئ، ساملئ القوى وبعدها سادمره. تعال تعال يا ايها السم الكلب، تعال خذ رايكودن. مشكل، اراد اصابتي. كلب اصابني بذلك سبيشال اتاك. هذه القدره ماخوذه من هنا على ما اعتقد، قوه الهيوغا كلان. ممتاز، اخرج. احسنت، دمرته يا حبيبي، دمرته. لم تفهم اي شيء. خذي راسينغان. احسنت، خذ سولار كاميهاميها، سادمره في هذه اللحظات. الهيج عندها نزلت كثيرا لكنني لم استطع تدميرها. الكلب استعمل الجاردين. حسنا، سادمره الان. هيا، مشكل، ارادت اصابتي بقدرتها الخاصه لكنها لم تستطع. سانهيها نهائيا الان بالراسينغان. راسينغان يا حبيبي تدمرت، اسقطنا للارض، فزنا، نظفنا التايم سكوير من السمو. في هذه المره عندنا مهمه واحده فقط، لقد انهيناها. هيا لكي اتكلم مع جون لكي نتابع القصه. السلام عليكم يا صديقي يا جون، ماذا يريد مني جون؟ او يي اف فونت ذا مافيا ان دايف ايفن بين تو ا فيديو جيم. جون اعجب هذا المكان ويريد مني ان اخذه لليابان، فقررت اخذه معي. اكيد يا صديقي يا جون ساخذك. هيا لكي نستمتع بوقتنا في اليابان. اوه، معالم اثريه رائعه جدا يا صديقي يا جون، هل اعجبتك؟ او بات بيفور ذات، جاء الكلاب، السموم انتشروا كذلك في اليابان، علينا تدميرهم يا صديقي يا جون. هل انت مستعد للعراك؟ ساظهر لكم كذلك قدرات جون الخارقه وهو جون الكبير. هيا تعال تعال، اهجم علي انت يا ايوه. سدد علي بتلك السيده، الان سادمره. هيا، لا، اصابني، خطير جدا هذا الشخص. راسينغان هربت مني، اصبتها بالراسينغان. جيد، اخرج يا جون. هيا دمرها يا جون. جيد، جون سريع، حجمه صغير قصير، نسيت التحكم فيه. هيا تعالي تعالي يا انس، تعالي. هيا ممتاز، لم تصيبني، دمرها جون. لا، لم يدمرها، احسنتي. هيا، اوه، لم اصبها مرة اخرى بسبيشال اتاك، كيف هذا؟ هيا صديقي يا جون، هيا تحرك تحرك، الهيج عندنا لقد نزلت كثيرا. مشكل، ارسل علي صديقه، لن يستطيع اصابتي، الان دمره. اوه، كيف اصابني؟ كيف اصابني الكلب؟ هيا، ممتاز، الان سيحاول اصابتي لكني سادمره. هذه هي الابيليتي الخاصة بجون، هل شاهدتموها؟ سيصبح كبير الان. هاو جون الكبير، واو، شيد شيد من الذي سيفعله. دمره يا حبيبي. كين جون اون، كين جون كون، وفي الاخير فانه يسقط، هل شاهدتم؟ ولا يمكنكم التحكم فيه مع الاسف، لكن ساعدني كثيرا، سافوز فقط براسين تشونيكين في هذا اللقاء. او جيد، الان الراسينغان، حتى ولو هربت سادمرك، لم استطع تدميره في هذه اللحظه. كلب، كيف اصابني؟ ضغطت على الجاردين، حسنا، لا يجب علي الاقتراب منه،
أنا الآن سأتعارك لوحدي بسبب الناغون بعد تلك القدرة الخاصة به لا يمكن أصدق استعماله. وبالفعل استطعت إنهاء في الأخير براسين شوريكن فقط. لم أريد الاقتراب منه لأن عنده تلك القدرة الخاصة. حتى ولو ضغطت على زر لغاردي لا يمكنني. يستطيع إبعاد يدي على كتفي وتدميري. لهذا السبب لم أريد المغامرة فقررت تدميرها باستراتيجية الأذكياء. غون استمتع كثيرا في اليابان. تجول رأى كذلك تلك الشجرة النادرة. وغون أصبح سعيدا الآن. لا توجد مهام صراحة. أتوقع بأنه يجب علي الذهاب يا إما لمقر جوكو يا إما العودة عند المدير. جئت عند المدير. لا توجد مهمة بالقرب من المدير. هي اللي كانت تجاه لجوكو. نعم وصلت لمنطقة جوكو وظهرت هذه الكاتسين. ماذا يفعل لايت ياغامي هنا؟ It's an honor to be here. ماذا يريد من سون جوكو؟ فهمت. سأل على كرة دراغون بول. قال لها بأنني سمعت بأن في عالمك كرة دراغون بول. إذا طلبت منهم أي أمنية فإن سيحققها. هذا الشخص الذي اسمه ياغامي أنا لا أثق فيه. خصوصا أن سون جوكو لا يستطيع رؤية ذلك الشبح. نحن هم الأشخاص الوحيدون الذين في إمكانهم رؤية شبح ذلك الشخص. ومن هذا؟ أول مرة أرى هذا الشخص. هل هذا هو صانع الكيوبز؟ هل شاهدتم؟ أخرج ذلك الكتاب، كتاب السحر الأسود. من الممكن أن هذا هو السبب. من الممكن أن ذلك الكتاب تخرج في تلك الكيوبز وبعدها يسيطر على الناس. وفي هذه اللحظة استعمل ذلك الكتاب كتاب السحر وصنع شخصية قوية جدا. عدنا مرة أخرى للبينز. وفي هذه اللحظة ظهرت مزيد من المهام. فتحنا مهمة هونغ كونغ وسان فرانسيسكو. هي اللي كانت تجاه لهونغ كونغ. فتحوا لي مجال اختيار الفريق. كما ذكرت لكم سابقا ساسكي دائما سيكون مع فريقي. وبالنسبة للشخص الثاني سأختاره راندوم فقط عشوائيا. لا أعلم من هو الشخص الثالث الذي اخترناه. من الممكن أننا اخترنا كاكاشي سينسي. سنرى الآن من هو الشخص الذي اخترناه. من هو الثالث؟ الثالث هو صاحب المسدس. نسيت ما اسمه. سأملأ سبيشال أتاك. كيف هذا؟ هذه الآنسة خطيرة جدا. لم أركز جيدا فاستطعت الاقتراب مني. عند تلك الراسينغان التي تختفي. كلب أصابني بقوة الهيوغا كلان. هذا الشخص خطير. وفي الأخير أخرج لي هذه الآنسة. الآن سأحاول تدميرها براسينغان. بعدها سأخرج كذلك ساسكي. ساسكي كذلك سيدمرها بالشيدوري. ضربتين في نفس الوقت يا حبيبي. سأسدد عليها بالأماتيراسو. قوة الأماتيراسو الخاصة بساسكي رهيبة جدا. في إمكانها إصابة الأشخاص حتى ولو كانوا بعيدين جدا. سيدو أماتيراسو مرة أخرى يا حبيبي. في إمكانكم تدميرها عن بعد باستعمال الأماتيراسو. هيا ستأتي عندي الآن. عرفتها. الآن سأدمرها. الشيدوري يا حبيبي. ممتاز. خطير جدا ساسكي أوتشيها. مدمرهم. أماتيراسو مرة أخرى. الآن سأذهب عندها. سأدمرها. أرادت أصيغ إصابتي. حسنا تشيدوري يا حبيبي. هيا أهرب أهرب أهرب. سأبتعد قليلا. تلك الأنسة فإنها سريعة جدا وخطيرة. هيا أماتيراسو مرة أخرى. ملأت سبيشال أتاك. هيا ستقترب عندي. الآن سأدمرها. ممتاز. فينيشت. أنهيتها في السماء يا حبيبي. هيا لكي نسافر الآن لسان فرانسيسكو. أكيد ساسكي والشخص الأخير لا يهمني أمره. Let's go. عدي الوراء. كاكاشي سينسي. أود بسرعة تجربة كاكاشي سينسي كذلك. تعالي أهجومي علي. ممتاز. سأدمرها الآن بالراسينغان. بعدها سأخرج ساسكي. ساسكي سيدمرها بالتشيدوري. بعدها سأخرج كاكاشي سينسي. كاكاشي سينسي أحسنت. فجر أبوها الكلب كاكاشي سينسي. عندها كذلك ضربة الكاموي تشيروكين. ضربة قوية جدا يا كاكاشي. بالإضافة لللايتنين ستايل شادو كلونز. سأدمرها باللايتنين ستايل شادو كلونز. ممتاز. الآن سأدمرها بها. أخذ ذلك الكتاب. أصبتها. واو قوة خارقة جدا عند كاكاشي سينسي. عجبتني كثيرا تلك القدرة لكنها تأخذ منكم 2 من سبيشال أتاكس. أهرب مشكل أصابتني تلك الأنسة. استعملت الجاردين. أصابتني بالأخير. قمت بغلط. لا يهم. سأدمرها. هذا الشخص سيصيبني بالأويكنين أبيليتي. لم يصيبني. الأمر جميل. أصابني الآن. أصابني بالريد هاو. هيا دمر يا كاكاشي. أحسنت. لحظة تدمير يا حبيبي. مرة أخرى دمره. لا بل دمرني. سأخرج شخصيتي وسأدمره. أحسنت. راسينغان. أصبته براسينغان. أخرج يا كاكاشي. هيا دمره الآن يا كاكاشي. أحسنت. يا سلام عليك كاكاشي. سرعة البرق. وفي الأخير أنهيناه. خصوصا بعدما أصبحت عندها عين الرينيغان. يستطيع تنقل عبر الأبعاد. لا يستطيع خصومكم فهم أي شيء. وبهذا ستكون كاتسين أخرى ظهرت لنا. وقالوا لنا بأن الفينومز لقد ظهروا في منطقة آسيوية. وذهب غارا لكي يتعارك ضدهم. لقد أسرعت لكي أساعد غارا.
دوسا. Something wrong. Yeah. No, it's nothing. كذلك يوسوكي جاء. لست متأكد فيما كان يفكر يوسوكي. الشيء الذي أنا متأكد منه هو أنني سأذهب مع ناروتو يا أصدقاء لكي ننقذ غارا. بعد قيامنا بتلك المهام الثانوية الآن فتحنا المهام الرسمية وهي هذه. معركة ستكون شرسة جدا ضد أحد البوسات. لن يكون الأمر سهل. إذا كنتم متحمسين يا أصدقاء ومستعدون لهذه المعركة فلا تنسوا دعمونا بالضغط على زر لايك لهذا المقطع لكي نستطيع الاستمرار معكم في هذه السلسلة المميزة جدا. وانشروا مع أصدقائكم. بسبب نشركم أنتم تساعدون القناة لكي تستطيع الوصول 3 مليون صديق. وتحية لجميع الأصدقاء والشباب الذين اشتركوا دعمونا سابقا ولا زالوا يدعموننا لحد الآن. ها هو ذلك الشخص الذي صنعه باستعمال كتاب السحر. ذلك البوس قوته خارقة. إذا كان في إمكاني صناعة عدد لا نهائي من تلك الشخصيات، أما إذا استطاع صناعة عدد محدد فقط ممكن أن ندمره. انهينا التليبورتيشن، جئنا لآسيا، منطقة آسيوية. برغم هذا شهرة الأهرام، الأهرام موجودة في إفريقيا في مصر. وبالفعل أنا وساسكي وناروتو. وساسكي صرح بالرينيغان، أصبح قوي جدا. ناروتو برغم من أن عنده الكيوبي وشاكرا جميع الكيوبيز الأخرى، لكن مؤخرا في رسوم بوروتو لم يظهر قوته الحقيقية جدا. ساسكي بعدما أتقن الرينيغان أصبح أفضل منه صراحة. المهم هؤلاء الأشخاص الأوائل فإنهم تدريبات فقط، وبعدين سنتعارك ضد البوس. لهذا السبب يجب علي تدميرهم بسرعة. هيا هجوم عليه. ممتاز راسينغان. قمت بإخراج كذلك ساسكي. تشيدوري، لا أخرج ناروتو. راسينغان أخرى. ساسكي الآن. هيا تشيدوري يا ساسكي. ممتاز دمرت بالراسينغان وكذلك لا ضغطت على الجاردين. برغم من هذا هجم علي هذا الكلب أماتيراسو، أصبته بالأماتيراسو والآن دمرته. ممتاز حسنت يا ساسكي. أملئ سبيشل أتاك، لن أستطيع رؤيته إذا جاء علي الإبتعاد. هل يريد تزيد علي بكاميهاميها؟ ضغطت على الجاردين في آخر لحظة، لو لم أضغط لدمرني. ها هو كلب جاء عندي، سأدمره بالتشيدوري. لم أصيبه بشكل جيد، حميت نفسي حتى ولو هجم علي لن أستطيع فعل أي شيء. تشيدوري مرة أخرى، لم أصيبه. سيأتي عندي تشيدوري. هيا أخرج أنت يا ناروتو. بل ناروتو، أريد ناروتو، أريد ناروتو يا أيها الغبي. خذ راسينغان، أخرج الآن يا ناروتو. دمره. ممتاز، أردت تدميره بالكيوبي لهذا السبب يا أصدقاء. انتظرت قليلا. الكيوبي يا حبيبي، أتمنى أن أصيبها بالبيجوداما. أعتقد بأنني أصبته. واو دمرته، لم يفهم أي شيء. أملئ القدرات، أهو جاي عندي. دمره الآن. كلب أصابني، أصابني في آخر لحظة. لو ضغطت على مربع لدمرته. بما أنني ضغطت على دائرة لم أستطع تدميره صراحة. سأملئ سبيشل أتاك. ممتاز الآن سأدمره. لم أصبه. لو أصبته هيا أهجم عليه. سأدمره الآن. لم أصيبه. كلب هذا الشخص خطير. الآن لم أصيبه. أصابني. خسرت. كيف هذا؟ كيف خسرت؟ سيطرت على اللقاء نهائيا. أصبته بالتشيدوري. نعم أخرج أنت. راسين شوريكي. هيا الآن أنهيتها. أردت تزيد علي بالراسين شوريكي لكني لم أستطع. لا أعلم لماذا في الأخير دمرتها يا أصدقاء. خرج مزيد من الأشخاص من الأبعاد. You guys go on ahead, I'll handle this. أحسنت. سنترك ساسكي لكي يتعارك ضد أولئك الأشخاص. أنا متأكد بأن سيفوز ضدهم ونحن علينا الذهاب. حسنا يا ساسكي أعتني بنفسك. غارا المسكين تعب. غارا هشاتهم بدأ يتنفس بصعوبة، يعني أن هذا الشخص خطير جدا. من الظاهر عليه أنه قوي. لا تقلق يا غارا، جئنا في الوقت المناسب الآن. استعد علينا العراك. ظهر شخصان. استطاع ذلك الشخص صناعة شخصين. مسكين لهذا السبب تعب غارا. لو كان يتعارك ضد شخص واحد فقط لدمره. حذرنا بأنهم أشخاص أقوياء جدا. سأخذ كل حذر يا صديقي غارا. كلب لقد اقترب مني وأصابته بالراسين شوريكين. أصابته جيدا. خذ راسين شوريكين. هيا حسنا سأنتظر حتى يهجم علي. ممتاز راسين شوريكين دمرته مرة أخرى. سأستطيع تدمير هذا الشخص بسهولة تامة باستعمال الراسين شوريكين بدون أن أقترب، لكن استعمال سبيشل أتاك. واو هشاتهم تحول لشيطان. بالرغم من هذا أصابته. سأدمره باستعمال الراسين شوريكين. فهمت الاستراتيجية، لا يجب عليكم فقط الاقتراب منه. إذا اقتربتم منه سيدمركم. عكس هذا في إمكانكم تدميره فقط من بعيد. لهيش عندها نزلت كثيرا، خصوصا أنها أجريسيف، يريد الهجوم عليكم ويريد يا أصدقاء إصابتكم. ممتاز راسينغان الآن. أصابته ودمرته بالراسينغان. لم يصيبني أصلا. بيرفكت يا حبيبي. تمنيت لو أن التحدي كان قوي. التحدي كان سهل جدا. فككنا لمكعبات. عرف ناروتو واكتشف بأنه مصنوع من المكعبات فقط. أولئك الأشخاص ليسوا أناس حقيقيين. ومن هذا الذي جاء؟
مرة أخرى جاء صديقه الآخر فهمت. أتمنى أن هذا هو المكعب الأخير. طريقة عراكي لست متأكد كيف ستكون لكنها أغريسيف. بلشاتهم اقترب مني. أصبت براسينغان. أخرج يا صديقي يا ناروتو. راسين تشوريكين. أحسنت دمرته صراحة. أنزلت الهيلث للنصف. حسن العمل. نحن قائمون بواجبنا. لا أريد استعمال غارة لكي يستريح. هو سيهجم علي بتلك القدرة الخارقة. لم يصبني. راسين تشوريكين. أخرج يا غارة. دمره الآن يا غارة. لم أصيبه. هرب. لا بل أصابته. هيا ساند ستورم. أصابني في الأخير. غارة هو الذي عليه الانتقام وعليه تدمير هذا الكلب. هيا تعال أهجم علي. أخرج شخصين وأصابني. أصابني بالسبيشل أتاك قوي جدا صراحة. لا يجب عليكم الاقتراب. أهجم. ممتاز. سأحاول إصابته. ممتاز. دمرته بالسبيشل أتاك وأصابته. أحسنت سيلين جوتسو. ممتاز. فجرت أبو الكلب وسط من سيلين جوتسو. هيا كلب سيصيبني الآن بسبيشل أتاك. مشكل أصابني. نعم لقد أصابني بسبيشل أتاك ودمرني. أنزلني الآن. فجر لي عظامي. خذ راسين تشوريكين. مرة أخرى أصابني. خذ راسين تشوريكين. لن أقترب منها. سأحاول تسيد عليها من بعيد وأنهيت. ممتاز. واو أشاهدتم الهيت عندي نزلت كثيرا. لو تعاركت ضده فقط باستعمال ناروتو وبشخصيتي كنت سأفوز عليه بدون أن ينزل الهيت لتلك المرحلة. كنت أن أموت خصوصا أن أمسكني بالسبيشل أتاك. كان محظوظ في التوقيت لأنني بعدما أخرجت شخصيتي مرة أخرى ظهر. قلت لكم بعدما أخرجت شخصيتي سدد علي الأويكنين أبيليتي ولم أستطع عمل غارني لكي أدفع على نفسي. سدد علي. ممتاز. أحسن جاء غارة أنقذني. هل سنتعارك ضد هذا الشخص الجريد الآن أم سننسحب؟ أحسنت يا صديقي يا غارة. جاء كلب. أصاب غارة المسكين. فقد غارة الوعي. غضب ناروتو. كومون يا سوتو. أكيد يا صديقي ناروتو. لا زال هناك شخص ثالث سنتعارك ضده. هل هؤلاء الأعداء لا ينتهون؟ نعم وهذا الشخص فإنه هو القوي. هذا هو أقواهم. كلب. أصابني بسبيشل. هذا هو أقواهم يا أصدقاء. حسنا خذ راسين تشوريكين. ابتعد عني. خذ راسين تشوريكين. مشكل. أصابني مرة أخرى. قوي جدا هذا الشخص الأخير. أريد الآن الهروب. أريد الهروب لكي أملئ السبيشل أتاك. خذ راسين تشوريكين يا أيها الغبي. أصابته براسين تشوريكين. نفس الاستراتيجية سأفعله. سأستمر فقط باستعمال راسين تشوريكين. تلك هي نقطة ضعفها. انتظروا حتى يستعمل الأورا وبعدها دمره. ها هو استعملها الآن. سأرسل عليه راسين تشوريكين. أراد استعمال سبيشل أتاك. مشكل إذا أصابني خصوصا أنني سددت عليه براسين تشوريكين. الحمد لله لم يصيبني. أصابته. ممتاز. يستعمل الأورا الآن. سيستعمل سبيشل أتاك. سأحاول إيقافها. ممتاز. سولار كاميهاميها. هيا أوقفها الآن. أوقفها يا أيها الغبي. أنهيته بالفعل. سددت عليه فقط براسين شوريكين بعدما نزلت الهيلت. انتظر نشوف حتى يستعمل الأوراقها الخاصة به. استغلت الفرصة الآن بعدما هجم علي فدمرته. الآن عرف قوتنا الحقيقية من أين تأتي. قال لي when you wish to protect others. عندما تود حماية الأشخاص الآخرين فإن القوة الحقيقية تظهر الآن. خصوصا الأشخاص الذين نحبهم. أكيد هذا ما تعلمناه من أناميات ناروتو. كذلك هانتر إكس هانتر القناص. ولا ننسى دراغون بول. وها هو ذلك الكلب جاء من بعد آخر. اسمه كين. تذكروا هذا الاسم جيدا لأننا سنتعارك ضده. هو أحد البوسات. هل سيتعارك ضدنا الآن؟ هو الكتاب. أظهر لنا كذلك كتابا. لا تديروا ظهركم للعدو. تحكم في غارة. استعمل كتاب السحر صنع الكيوب واستطاع التحكم في غارة كما فعل تقريبا لي فيجيتا إذا تذكرتم. غارة صديقي أرجوك. ممتاز لم يستطع إصابتي. سأدمره براسينغان. صديقي غارة علي إعادته. يجب عليك أن تعود لعقلك يا صديقي يا غارة. الشخص الذي سيتعارك ضد غارة بشكل جيد فإن ليس هو أنا بل ناروتو. نعم ناروتو هو الذي سيتعارك ضدك بشكل جيد يا صديقي يا غارة. حسنا أخرج يا ناروتو. هيا. أحسنت. ممتاز. سأعيدك لعقلك يا صديقي. لا تقلق غارة. ستعود يا صديقي. استعمل الأويكنين أبيليتي صديقي ناروتو أرجوك. ممتاز. أحسنت.
سأملأ سبيشال أتاك وسأنقذك يا جارة. أعدك بأنني سأفعل كل ما في وسعي لكي أنقذك. كأنني الآن أشاهد الأنمي. هيا راسينغان ممتاز. أصابش جارة براسينغان. صديقي جارة لا تقلق سأنقذك. مشكل أصابني. كيف استطاع إصابتي من بعيد؟ الآن سأقترب منه. أصابته أم أصابني؟ نعم لقد أصابته. أحسن العمل. جيد فزت عليه وسأعيدك آمنا سالما يا جارة لا تقلق. أنقذنا الآن من ذلك الكيوب. برغم أن جارة فقد الشاكرا لم تعد عنده قوة لكي يستطيع الاستمرار في القتال بعدما سيطر عليه ذلك الشخص بذلك الكيوب استطاع جارة الحصول على القوة. الآن بعدما أنقذناه فقد قوته الشريرة وسيعود. هيا علينا الانطلاق والعودة للبيز. لقد تعبت أنا كثيرا بالعراك صراحة. الشاكرا خاصتي نزلت في هذه المعارك. علينا العودة للبيز والاستراحة. أكل وجبة من الطعام تكون لذيذة. وبالفعل ها نحن عدنا. وبعد أكلنا وجبة من الطعام وبعد استراحنا ها نحن مرة أخرى مع الترانكس نتكلم مع هذا الدايركتور هذا المدير. وسنستمر الآن في إنقاذ أصدقائنا وكذلك سنبحث وسنتحرى ذلك الكتاب. لأننا إذا اكتشفنا سر ذلك الكتاب فإننا سنستطيع إنقاذ العالم. وبهذا سنكون قد دخلنا لشابتر آخر الآن. شابتر الثالث. ولوفي سيترأس تلك التحريات. لكن الآن سأودعكم أتمنى صراحة أن مقطع اليوم أعجبكم. ترقبوني إن شاء الله في حلقة جديدة ومقطع جديد من لعبتكم لعبة جامب فورس. ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.